طيب تعالى يا جماعة نتكلم بقى على الانسولين برودكشن. احنا نظريا مش هنقول كلام جديد قوي هنا، احنا هنعيد نفس الكلام اللي قلناه في الفيديوز اللي فاتت، بس في الفيديوز اللي فاتت خدنا كل حتة متجزئة لوحدها من البروسيس بتاع الجينيتك انجينيرنج. دلوقتي هنجمعها كلها بقى في اكزامبل انسولين برودكشن. طيب هدفنا نعمل ايه؟ هدفنا نجيب الجين بتاع الهيومن انسولين من السيلز بتاعت هيومن، نديه للبكتيريا عشان البكتيريا هي اللي تطلع الانسولين ده. ده هدفنا صح؟ طيب الانسولين طبعا بيتعمل فين في الهيومن سيلز؟ بيتعمل من ال ايلتس اوف لانجرهانس، البيتا سيلز. قلنا البيتا سيلز هي بتطلع الانسولين. بس قالك بيبقى فيه مشكله، قالك بيبقى فيه مشكله في اللوكيشن والايزوليشن بتاع الجين بتاع الانسولين ده. صعب جدا تخش جوه النيوكليوس وجوه الدي ان ايه وتعرف مكان الجين بتاع الانسولين جوه النيوكليوس بتاعت البيتا سيل عشان خاطر تطلعه وتقطعه بريستريكشن والقصص اللي احنا كنا قبل كده دي. قالك في طريقه اسهل، قال لك هي دي اصلا بيتا سيل، يعني عندها في السيتوبلازم ام ار ان ايه كتير. اكيد الام ار ان ايه ده بيكود لمين؟ للانسولين اللي هو بروتين، اللي هو بروتين صح مش كده؟ فاحنا هنعمل حركه كانت في الفيديوز اللي فاتت. ايه هي؟ ان انا هستخرج الام ار ان ايه صح؟ واكيد الام ار ان ايه ده موست بروبابلي بتاع ايه؟ بتاع ال جين، انسولين جين خلاص؟ فبجيبه زي مثلا فور اكزامبل، ثواني بجيب زي مثلا الام ار ان ايه اهو صح؟ ده الام ار ان ايه خلاص، ثواني ده الام ار ان ايه اهو ماشي. هعمل بروسيس اسمها ريفرس ترانسكريبشن. هو ترانسكريبشن قلنا يعني ايه؟ انا عندي دي ان ايه هعمل منه ام ار ان ايه. طيب انا لو واخد ام ار ان ايه عايز اعمل منه الدي ان ايه اللي هو الجين، بروسيس هيبقى اسمها ريفرس ترانسكريبشن صح؟ ريفرس ترانسكريبشن بيحصل بانزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز، بنجيبه من انواع من الفيروسز اسمها ريترو فيروسز. ريفرس ترانسكريبتيز ده هحطه مع ال mRNA خلاص، وهحط معاهم شوية ايه؟ بيزز وبتاع، فري بيزز، على اساس ان انا اكون ايه؟ دي ان ايه صح؟ ده كده اسمه ريفرس ترانسكريبشن، كده بعمل الجين اهو. فالدي ان ايه اللي بيطلع بقى اسمه سي دي ان ايه، كومبلمنتري دي ان ايه، دي ستراند واحده. ستراند الواحده دي عايز احولها لجين، جين اللي هو دبل ستراند. احنا في دي ان اي كده كده ايه دبل ستراندد مش كده؟ اهو ده الدي ان اي اهو، انا عايز اخليه دبل ستراندد صح خلاص. فهعمل القصه دي ازاي؟ بحط انزيم اللي هو اسمه دي ان اي بوليميريز، كلنا عارفينه صح؟ دي ان اي بوليميريز هتحطه خلاص مع السي دي ان اي دي، وهتحط معاه فري ايه نيوكليوتايدز خلاص. فانت هتحطهم خلاص، عملت دي ان ايه عادي دبل ستراندد، ده الدي ان ايه اهو، بس ده مش دي ان ايه كامل، ده الجين بس بتاع الانسولين صح. انا كده ايه كونت جين الانسولين من الام ار ان ايه اللي خدتها من البيتا سيلز خلاص، مع معايا الجين اهو. طيب وبعدين زي مثلا عملت الجين اهو، بصوا السي دي ان اي اهو صح، خليتها دبل ايه ستراند اهو زي ما احنا شفنا. هعمل ايه بعد كده؟ هحط عليها ريستريكشن اندونيوكليز انزيم. ليه بحط ريستريكشن اندونيوكليز؟ عشان اعمل قلت حاجه اسمها ايه ستيكي اند صح. يعني الغرض من الريستريكشن هنا ان انا مش هقطع جين من دي ان اي، لا انا اوريدي جين معايا، انا بس بديها ريستريكشن عشان تعملي ستيكي اندز خلاص. طيب على اساس ان انا اعرف الزقها في البلازمت. المهم بجيب البلازمت بتاع البكتيريا اهو بطلعه صح، وقلنا لازم اقطع البلازمت ده يوزنج ايه ذا سيم ريستريكشن، على اساس ان احنا نعمل ايه كومبلمنتري ايه سيكي اندز ما بين ده وده، ما بين البلازمت والايه والجين بتاعي صح.
لازم يوزنج ذا سيم ريستريكشن. بنميكس الجين مع البلازميد صح، بس لازم بعد ما اعمل ميكسنج للجين مع البلازميد كده كده هما بيمسكوا بعض اوتوماتيك، الجين بيروح يمسك في البلازميد، بس انا عايز اتاكد ان ايه هما متوصلين ببعض. قلنا في الفيديوز اللي فاتت دي، فاحنا لازم بنوصل الجين بالبلازميد، قلنا بنعمل جوينينج الفوسفيت شوجر باك بون بتاع الجين مع البلازميد باستخدام الدي ان اي لايجيز انزيم. انا كده نجحت في ان انا اعمل ايه، ان انا اعمل ريكومبايننت دي ان اي او ريكومبايننت بلازميد. ريكومبايننت بلازميد ده هترجعه لمين؟ للبكتيريا. لو تفتكروا انا في الفيديوهات اللي فاتت ازاي برجعه للبكتيريا، بنجيب البكتيريا ونحط معاها كالسيوم اينز وبنعمل هيتنج اب للميكسشر ده عشان اسهل عمليه دخول البلازميد من السلول ويخش جوه البكتيريا سيل. خلاص بعمل ايدنتيفيكيشن للترانسفورم بكتيريا او الترانسجينيك بكتيريا، بكتيريا متحوله جينيا، قلنا عن طريق الجيناتيك ماركرز. قلنا في طريقتين، طريقه الانتيبيوتيك ريزيستنس ودي لانه حبذها، وفي طريقه تانية بتاعت الجي اف بي بروتين. انا كنت بحط في البلازميد نفس البلازميد ده جين بيطلع بروتين، البروتين ده ماله اللي هو من الجيلي فيش اسمه الجي اف بي بروتين، بينور لما بعرض البكتيريا الالترا فايلت ايه لايت، بينور اخضر. فده معناه ايه؟ ان انا هاكسبوز البكتيريا مثلا اللي هنا للالترا فايلت لايت اللي هتنور اخضر، يبقى عندها البلازميد صح، هي دي الترانسفورم بكتيريا. بعدين بنروح بقى ننتج القصه دي اون ا فيري بيج سكيل، بنحطها في فرمنتر البكتيريا دي مع النيوتريسايد. دي الحته دي او ليفل يعني مش عادي تنزل فرمنتر قوي، نحطها مع الاكسجين مع النيوتريينز، بعد نقلب كل ده وفي الاخر خالص بنطلع الانسولين اللي بنديه زي ما احنا شايفين لمرضى السكر بعد ما بنعمله طبعا ايه purification، بننقيه من اي شوائب او اي impurities ونديه لمرضى السكر. خلاص طيب ماشي. الفكره بقى هنا في حاجه، ان البكتيريا اللي احنا بنستخدمها في القصه دي بتبقى ايشيرشيا كولاي او ايكولاي، كان عليها دي قبل كده في تشابتر 3 في اللاك اوبرون. خلاص طيب الفكره بقى هنا في حاجه، الفكره ان الناس العلماء البارت دي بيقول ايه، ان الناس العلماء مش جاست بيجيبوا الجين بتاع الانسولين يحطوه للبلازمد وخلاص، لا في حوارات لازم تحصل. يعني انا ممكن عادي جدا انا معايا جي، اما انا ممكن اقعد العب فيه عشان يطلع لي انسولين احسن، ساعات نقعد نغير في السيكونس او بيزس في الجين اللي انا عملته بتاع الانسولين عشان نخلي مثلا انسولين يشتغل فاستر اسرع، ممكن مثلا عشان اخلي الانسولين يشتغل فتره اطول ممكن لمده 8 ساعات 24 ساعه، بحيث اقلل على البيشنت عناء ان هو يقعد ياخد الجرعه كل شويه. فاحنا مش جاست بنجيب الجين ونحط البلاز، لا انا بس ممكن ايه نعدل في الدنيا دي شويه. خلاص الجزء ده انا شرحته في ايه في الفيديو اللي فات بتاع الجينيتك ماركر بتاع الفلوريسنت والجي اف بي بروتين. المهم نخش بعد كده بقى على البروموترز. احنا طبعا عارفين ان مفيش جين بيشتغل من غير بروموتر. تعالوا افكركم بالحته دي، بصوا هنفترض مثلا ده الجين ده، انا بفكركم دلوقتي بحوار البروموتر ده، ان ده الجين مثلا فور اكزامبل، خلاص ده حته من الدي ان ايه، قلنا قبلها بيبقى فيه حته اسمها ايه، انا بس اعملها كده عشان نفهم، في الجزء ده، الجزء ده كان اسمه ايه، بيبقى اسمه بروموتر صح. البروموتر ده كان بيعمل ايه؟ ده اللي كان بيمسك فيه الانزيم ده صح؟ الانزيم ده اللي هو كان اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه ار ان ايه بوليميريز صح؟ علشان ار ان ايه بوليميريز يمسك في البروموتر بعد كده يعمل ترانسكريبشن لمين؟ ده الجين اهو، يعمل ترانسكريبشن للجين صح؟ على اساس ان هو بيساعد على ترانسكريبشن والفورميشن اوف ايه؟ ام ار ان ايه زي ما قلنا في تشابتر 3. فكرة ان انت وانت بتعمل اديشن للجين في البلازمت لازم ايه تحط بروموتر معاه. فاكتشفوا ان البكتيريا اللي هي الايكولاي دي لو تفتكروا كان عندها جين بتاع انزيم، الانزيم ده كنا كان قبل كده كان اسمه ايه، بيتا جالاكتوزيديز انزيم. فاكرين بيتا جالاكتوزيديز ده كان بيكسر اللاكتوز الدايساكاريد انتو جلوكوز وجالاكتوز صح؟ اكتشفوا حاجة، اكتشفوا
ان البيتا كالاكتوزيديز جين مع الانسولين جين مثلا اللي انا بحطه في البكتيريا دي، الجينين دول بيبقوا جنب بعض على البلازميد. فقال لك they both share the same promoter. خلاص، فبنعمل ايه؟ بصوا ايماجين كده، ده جزء من البلازميد مثلا، صح؟ الحته اللي في الاول دي قلنا هيبقى اسمها الايه؟ البروموتر، صح؟ وهنا انت هيبقى عندك جينين، هنا ده الجين بتاع البيتا جالاكتوزيديز، وهنا ده الجين بتاع الايه؟ انسولين. they share the same ايه؟ they share the same promoter، صح؟ ده البروموتر بتاعهم. فالار ان اي بوليميريز نظريا بيجي يمسك هنا في البروموتر ده، يعمل ترانسكريبشن لجين البيتا جالاكتوزيديز، بعدين يعمل ترانسكريبشن لجين الانسولين. بس هو في مشكله هنا، ان الار ان اي بوليميريز ده هيعمل لك كده بولي بيبتايد طويله فيها ايه؟ فيها البيتا جالاكتوزيديز والانسولين لازقين في بعض. يا عم القرف ده، انا عايز انسولين بس. ماشي، مفيش مشكله. عملوا ايه بقى؟ عملوا حركه ذكيه قوي. قال لك في النص هنا ما بين الجينين، بصوا كده، في النص في المنطقه دي حطوا كود. الكود ده بتاع امينو اسيد كنا خدناه بكده، اسمه ميثايونين، صح؟ امينو اسيد ميثايونين ده زي ما تقول فاصل كده ما بين ايه؟ جين الانسولين وجين البيتا جالاكتوزيديز، خلاص؟ بحيث ان انت الار ان اي بوليميريز ده، ده اللي هو الانزيم اسمه الار ان اي بوليميريز، صح؟ لما يجي يعمل بولي بيبتايد هيعملها مكونه من ايه؟ بيتا جالاكتوزيديز، صح؟ انزيم او بيتا جالاكتوزيديز انزيم، اه. وفي النص فيه امينو اسمه ايه؟ ميثايونين، وبعد كده بيبقى فيه انسولين. ده المفروض البروتين هيتعمل. مفيش مشكله، اعمله كده كبدايه. اول ما بيتكون البولي بيبتايد ده، انا بس عايز اجيب منه الانسولين. فبنعمل ايه؟ في كيميكلز معينه مش مهم قوي نعرف اسمها. كيميكلز دي بعد ما بكون البولي بيبتايد الطويله العريضه دي، كيميكلز دي بتعرف تكسر عند الميثايونين، بحيث لما تكسر عند الميثايونين تفصل لك ايه؟ الانسولين عند البيتا جالاكتوزيديز. يبقى عندك انسولين بروتين لوحده والبيتا جالاكتوزيديز لوحده. انا بقى بستخرج الانسولين ده بقى بطرق معينه بس، وبديه بقى ايه؟ لمرضى الدايابيتس اللي عندهم السكر، خلاص؟ فده اللي موجود في الباراجراف ده، انا لسه شرحه، خلاص؟ طيب.